السلام عليكم يا رابع، كيفكم حبايبي؟ يعطيكم العافية. راح نبلش اليوم بموضوع برضو عن النباتات والكائنات الحية. أخذنا بالوحدة الماضية عن تصنيف الكائنات الحية وصنفناهم شيء حسب طريقة التكاثر. النباتات إنه شيء بذري ولا بذري، وحكينا البذري عندي يا رابع يقسم إلى قسمين، زهري وغير زهري أو لا زهري. قلنا اللا زهري مثل الصنوبر والسرو والبلوط هي نباتات لا تكون عندي أزهار، ولكنها تكون عندي ماذا؟ بذور. أما النباتات الزهرية فهي تكون عندي ثمار داخلها بذور، ثمرة داخلها بذرة ولها أزهار. من الأمثلة عليها القمح، التين، الجوري، البصل، التفاح، البرتقال، عدة عندي أشجار ونباتات تنتج عندي البذور. تتذكروا أول حصة أخذناها يا رابع لما كنا بالمدرسة عن صفات الكائنات الحية؟ قلنا إن صفات الكائنات الحية هي عبارة عن إيش؟ واحد تتكاثر، تنمو، تتغذى وتتنفس، صح؟ تتنفس قلنا إنها تقدر تأخذ أكسجين وتتغذى بتأخذ طعامها وتتكاثر، إنها تنتج نباتات أو حيوانات أخرى وتنمو إنها تكبر، صح يا رابع؟ تمام؟ إذن إيش؟ في عندي صفات الكائنات الحية. من هذه الصفات اللي هي صفة التكاثر، طبعا التكاثر مهم جدا للكائنات الحية، ليش يا رابع؟ عشان يظل مستمر موجود في الحياة، مستمر موجود في الحياة، إذا ما صار له تكاثر شو بصير فيه؟ يا رابع بيموت وبيختفي من الوجود، لذلك إيش عندي؟ يستمر بالتكاثر. شو يعني تكاثر؟ التكاثر أول إشي معناتها بالإنجليزي reproduction، reproduction يعني زيادة إنتاج أو إعادة إنتاج. عندي reproduction، إذا هي قدرة الكائن الحي إنه الكائن هذا الحي يقدر عندي على إيش؟ إنتاج كائنات جديدة سواء كان حيوانات أو نباتات، فهو بينتج كائنات جديدة سواء كان نباتات أو حيوانات. معظم النباتات تتكاثر أو لها قدرة تتكاثر عن طريق البذور. كلياتنا بنعرف البذرة، صح؟ سين، البذرة سين، جميعنا نعرف البذرة سين. فيا رابع إيش؟ تتكاثر عن طريق البذور. شفنا بذور الصنوبر، اللوز، البراق، القمح، جميعها. طيب هس هذه البذرة كيف تنمو لتنتج لي كائن جديد أو نبات جديد؟ كيف؟ إحنا بالعادة نحضر البذرة ونزرعها، نزرعها في التراب لحتى عندي إيش؟ تنتج عندي كائنات جديدة. شو ممكن كمان عندي؟ إنه هسا مثلا النباتات اللي بالبر ما في حدا بيشيل البذرة ويزرعها، لا هي بتسقط من النبات. على وين؟ تسقط من النبات على الأرض، تسقط من النبات على الأرض. إذا سقطت على الأرض توجد عندي إيش؟ تراب، وجدة ماء ووجدة هواء. إذا يجب أن يتوافر لدي إيش؟ واحد التراب، اثنين الماء، ثلاث الهواء. إذا تواجد عندي هذه الثلاث عوامل فإن هذه البذرة لها القدرة على النمو. إبراهيم بإيش بلشان إبراهيم؟ لها قدرة على النمو، ماشي يا رابع؟ إذا لازم يكون في عندي تراب وماء وهواء، دونها لا يمكن عندي إنتاج نبات جديد.
طيب اللهم صل على سيدنا محمد. كيف او شو بصير لهاي البذره اذا تواجدت عندي هاي العوامل؟ اذا تواجدت هذه العوامل عندي ينمو النبات من البذره ليكون عندي ايش؟ نبات كبير. وبهذه عندي المرحله بتم عندي تغيرات لهذا النبات، بتغير النبات بشكله، حجمه ومكوناته. يعني بالبدايه بيكون في عندي جذر صغير وورقتين، بعدين ببلش عندي الجذور تكبر والجزء الخضري كمان فوق يكبر، بعدين بصير في عندي انتاج ازهار ومن ثم انتاج بذور. هذه العمليه انه من بدايه البذره الى النبات الكامل الى النبات الكامل يا رابع، هذه المراحل الذي يمر فيها النبات تسمى النمو، النمو جروث. اذا هي عمليه مراحل يمر فيها النبات للوصول الى ايش؟ الى نبات كامل. بصير في عندي تغيرات بالحجم والشكل وحتى الكتله. تمام، فهمنا النمو يا رابع؟ طيب هسه شو بده يصير عندي؟ احنا بدت حياتها النبات من ايش؟ من بذره. بدات من بذره. طيب من البذره لحتى ترجع تنتج لي بذره جديده، هذه تسمى دورة حياة النبات. دورة حياة النبات، شو يعني دورة حياة النبات؟ يعني شلون بقول لك يا رابع؟ دوري ها دائرة. ماشي؟ دائرة لحتى يرجع يطلع لي بذرة. في البداية بيكون عندي بذرة بتبلش عندي تكبرها وتنتج لي نبات صغير ومن ثم ينمو لحتى ايش يصير عندي؟ نبات ينتج ازهار، وهذه الازهار تنتج لي ثمار. هذه الازهار شو مالها؟ هي المسؤوله عن انتاج ايش؟ البذور. طيب بدنا نشوف او نشرح عندي عمليه هذه او دوره حياه النباتات البذري. بالبدايه بيكون عندي مرحله تسمى مرحله الانبات، مرحله الانبات هاي يا رابع شو هي؟ هي عباره عن تسقط البذره على الارض او احنا بنزرعها، يا بتسقط يا احنا بنزرعها، وبتوفر لديها الماء ودرجة حرارة مناسبة، ماء ودرجة حرارة مناسبة. شو بصير لهذه البذرة؟ تيجي عندي بتنتفخ الغشاء تبع البذرة، تتذكروا أو شفتوا تبع الفول لما بتنقعوا ماما مش بتطلع عندنا القشرة تبعت الفول؟ هذه نتيجة ايش؟ تواجد الماء وايش؟ وتواجد درجة الحرارة المناسبة، فبيروح عندي الغلاف تبع البذرة وبينتفخ عندي البذرة وتبدا هذه البذره بالنمو بايش؟ بعمليه اخراج ورق. هاي عندي وها هاي عندي بذره الفول، شايفينها؟ هاي بذره الفول. بيجي عندي ببلش خروج ورقتين او ورقه من هذه البذره وجذور صغيره، طب بس هاي النبتة عشان تكبر بحاجة كمان إلى إيش؟ أو لحتى تنتج عندي هذه النبتة شو تحتاج؟ إلى غذاء. من أين هذه النبتة تستمد غذائها؟ منين بتاخذ غذائها وأكلها؟ من البذرة. البذرة تخزن عندي يا رابع الغذاء اللازم لعملية إنبات هذه إيش؟ النبات. وتسمى هذه المرحلة مرحلة الإنبات. يخرج فيها ورقتين أو ورقة وجذور صغيرة، ويسمى هذا النبات بادرة. إيش اسمها؟ بادرة. ماشي يا رابع؟
اسمها بادر. اتكونت عندي هاي البادرة. شو بعدها في عندي مرحلة ثانية، هي مرحلة النمو grow، مرحلة النمو. هاي المرحلة قلنا عبارة عن ايش؟ تغيرات بتصير لهذا النبات عشان يكبر وينتج لي ايش؟ بذور. بصير يكبر عندي حجم الاوراق وحجم الجذور، تبلش هذه النبتة عملية انتاج الازهار، ماشي؟ وهذه الزهرة هي اللي بتكون لي بذور، هي اللي بتكون بذور. طيب فهاي البذور ترجع شو هي؟ يا احنا بنستخلص منها الثمره، الثمره هي بنستخلص منها البذور او ايش منها لحالها تسقط على الارض ويخرج منها البذور وتنمو. تمام يا رابع؟ اذا عندي نبته، اول شيء بذره بتحتوي على غذاء، يخرج منها عندي البادرة اللي هي ورقتين وجذور بسيطة، عملية ايش؟ هاي عملية انبات وتسمى البادرة. هذه البادرة بتوفر لها تراب وماء وهواء، بتنمو عندي لحتى تكون اجزاء كاملة للنبات وايش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، من اوراق وجذور ثم اخراج زهرة. هذه الزهرة بصير فيها عمليات لحتى تنتج لي ايش؟ عملية تكون البذور. هسه بنيجي لوين؟ لمرحلة يعني انتجت الزهرة وصارت عندي الزهرة. في عندي مرحلة الأخيرة، مرحلة تكون البذور، مرحلة تكون البذور. هاي الزهرة شو بتعطيني؟ بتعطيني ثمرة. ماشي؟ ثمرة. هاي الثمرة بتكون داخلها البذور، داخلها البذور. فشو بنسمي هذه النباتات؟ هاي النباتات البذرية، آسف الزهرية. هون لو الحياتة النباتات الزهرية. هذه النباتات الزهرية قلنا شو بتنتج لي؟ ثمرة. وين البذور؟ داخل الثمرة. البذور داخل الثمرة. لذلك شو بنقول عنها؟ إنها مغطيتها. لذلك تسمى نباتات مغطاة البذور. شو مالها؟ مغطاة البذور. إذن هون مغطاة البذور. ليش قلنا عنها مغطاة البذور؟ لأن ليش قلنا عنها يا رابع مغطاة البذور؟ لأن البذور داخل الثمرة، لأن البذور داخل الثمرة. إذا توافرت في هذه البذور بعد ما تتكون وتسقط على الأرض ظروف ملائمة، فهي إيش؟ تنتج عندي نبات جديد، وتسمى هذه العملية من البذرة إلى الإنبات إلى النمو إلى تكوين البذور إلى إعادة إنتاج نبات جديد، تسمى دورة حياة النباتات ايش؟ البذرية. دورة حياة النباتات البذرية. بنلاحظ، افتحوا معي الكتاب صفحة 32 يا رابع، افتحوا الكتاب صفحة 32. تفرجوا عندي على الفول، شايفين؟ هذا نبات مغطى البذور، من مغطاة البذور من النباتات الزهرية. لاحظوا العملية عندي تبدأ من البذرة، ثم مرحلة الإنبات ومرحلة تكوين الأوراق، ثم مرحلة النمو وتكوين الأزهار، وبعدها عندي مرحلة تكوين إيش؟ البذور. تمام يا رابع؟ تمام؟ طيب هسه شو بدنا نساوي يا رابع؟ بدنا نشوف عندي الزهرة، بدنا نشوف عندي الزهرة يا رابع. هاي أنا رسمي، بتعرفوني أنا فنانة يعني. بدنا نشرح على الزهرة ومكوناتها. أخذت رابع
في عندي شيء يسمى سبلة وشيء يسمى بتلة واخذته عن الزهرة. اليوم راح نتعرف على اجزاء اخرى من الزهرة تساعد عندي في عملية تكون البذور، تساعد عندي في عملية تكون البذور. نيجي عندنا اول شيء، تعرفوا انتم دائما الجزء الاخضر من الزهرة هو عبارة عن سبلة، عبارة عن سبلة، والجزء الملون هو بتلة، الجزء الملون بتلة. طيب نيجي عندنا وين؟ نيجي عندنا في جزء من الزهرة بيكون عبارة عن خيط رفيع وعليه جزء موجود عليه اللون الأصفر. كلياتنا لما بنمسك الوردة بنشوفه صح؟ عليه هيك زي الغبرة الصفراء، صح يا رابع؟ هذا ما يسمى، هذه ما تسمى بالسداء. ماذا تسمى؟ السداء، وهي الجزء الذكري من الزهرة، الجزء الذكري من الزهرة، مكون من مكونين هي الخيط والمتك. الخيط والمتك يسميان مع بعضهما السداء، يسمى مع بعضهما ايش؟ السداء. وهذه السداء يا رابع شو مالها؟ تعمل على تكوين ما يسمى بحبوب اللقاح. شو اسمها؟ حبوب اللقاح. حبة اللقاح هاي تيجي عندي، خلينا قبلها، في عندي كمان زي ما في عندي جزء ذكري يسمى السداء مكون من مكة وقلب، في عندي جزء أنثوي، جزء أنثوي، هذا الجزء الأنثوي مكون من ثلاث مكونات، ثلاث مكونات، ميسم وقلم ومبيض. هذا الميسم وتحته القلم زي العنق وتحته المبيض، ميسم قلم ومبيض. الثلاث أجزاء هذول اسمهم كربلة. إيش اسمهم؟ كربلة. إذا في عندي جزء أنثوي وجزء ذكري ضروري لكل عملية تكاثر، هاي اسمها عملية تكاثر جنسية، تحتاج إلى ذكر وأنثى. الذكر عندي سداء متك وخيط، والأنثى عندي كربلة ميسم وقلم ومبيض. قلنا تنتج عندي السداء ما يسمى بحبوب اللقاح. شو بتنتج عندي؟ حبوب اللقاح. حبة اللقاح هاي بتنتقل من المتك، وين بتيجي؟ على الميسم. وين بتيجي؟ على الميسم، وتدخل إلى المبيض، وبصير في عندي عمليات جوا داخل المبيض، وهي عملية إيش؟ عندي التلقيح واندماج حبة اللقاح مع إيش؟ اندماج حبة اللقاح مع البويضة لتكوين البذرة، لتكوين إيش عندي؟ البذرة. تمام يا رابع؟ إذا تكون عندي حبة لقاح بتنتقل من الجزء الذكري إلى الجزء الأنثوي، تدخل إلى داخل المبيض، بصير في عندي اندماج ما بين حبة اللقاح وما بين البويضة، بنتج عندي بذرة، تنتج عندي بذرة. هذا البذرة جوا هون ماشي، بصير عندي هون حبة لقاح زائد بويضة، شو بيعطيني؟ بيعطيني ايش؟ بذرة. شو بيعطيني؟ بذرة. طيب هسه غلاف هذا المبيض الذي يغلف البويضات شو بصير في عندي؟ يتطور. شو بيساوي؟ بتغير شكله لحتى ينتج لي ايش يا رابع؟ الثمره. يعني الثمره عباره عن تطور للمبيض، تطور للمبيض. بصير عندي المبيض داخله بذور، شو بصير في؟ بكون عندي مغطيه بالثمره، اذا البذره مغطية بالثمرة. تمام يا رابع؟ إذا عندي إيش؟ ثمرة تحتوي على بذور، بذور منين جت؟ من انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم، وينزل عندي إلى المبيض، في عندي بويضات،
تندمج حبه اللقاح مع الكويزه تعطيني بذره وتتطور يتطور اسف يتطور المبيض شو بيعطيني ثمره يعطيني ايش يا رابع يعطيني ثمره في حدا عنده سؤال يا رابع بدي دقيقه عليك واحد واحد ماشي اللي عنده سؤال في حدا عنده استفسار عن اللي انا شرحته اليوم رابع بس بس بحكي فيديو انا يا ماشي بس انا هسالك حاليا في اشي مش فاهمينه عشان ارجع اعيدك اياه على السريع يا رابع بس بعدين ال الثاني ايش بدي اسمعك على السبعه مس يعطيك العافيه يعافي عمر مس عادي للفيديو هذا حفظ راح يعطيك العافيه راح ابعث لكم اياه على الواتس انا بسال مس الله يعطيك العافيه مس مس تمام الوضع مش طلعت عدس تبعت العدس بس صوت بيقطع هاي يا مس هون صوت بيقطع هون يا مس انا بتكون عندي بذره البذره فيها مخزن غذاء هذا الغذاء عندي بلش عندي تواجد الماء وتواجد عندي درجه حراره كويسه تيجي هاي البذره بتبلش عندي بدايه النمو فيها وبتنتج عندي او ورقتين ورقه او ورقتين وكمان عندي جذور بداية جذور صغيرة وتسمى البادرة منين بتجي غذائها؟ من البذرة تحضر أو تستخدم الغذاء المخزن بالبذرة لإنتاج أو بداية إنتاج النبات تمام يا رابع؟ بس الثاني العافية مس يعافي عمركم يا حبايبي العافية يعافيك الله يعطيك العافية بس ودينا ترخيص حد للدرس يعطيك العافية ان شاء الله يعني ببعث لك تسجيل يعطيك العافية يا رابع سلام